وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. إذا كنت مؤمن بالآخرة تذكر، فاعلم يقين، تذكر الولد أو البنت، اعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة تذكر إلا إذا رضي عنك والدك وإن مت شهيدا. يظلموني برضو ترضيهم، بيأذوني برضو ترضيهم في غير معصيتي، دول بيعملوا برضو ترضيهم، برضو ترضيهم، برضو ترضيهم. أبوك وأمك نعالهم فوق راسك ليه؟ ليه؟ عشان أبوك، عشان ده أبوك ودي أمك، مش عشان هم كويسين. عقل والديه مهما يصلي ومهما يصوم ومهما 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 صلاته لا ترفع إلى الله عز وجل. لو مخصم والدك بلك سنتين أو ثلاثة أو أربعة صلاتك لا ترفع إلى الله عز وجل، ويوم القيامة تحرم من هذه الصلاة لو ظللت على ذلك. الجنة تحت أقدام الأمهات، مش حديث، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال له ألك أم؟ قال نعم. قال الزم قدمها فتم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين أمك، وابوك الباب الوسطاني بتاع الجنة، الوسطاني بتاع الجنة، هم طريق الجنة، أبوك، أبوك وأم. فهنا يا دوبك بدأت في الـ LTI صح؟ دوبك بتاع الـ LTI فاحنا يعني بناء عليه ما عندناش كلام كتير نقوله قوي، فالسيشن النهارده مش هيبقى طويل. هنتكلم على خاصية الـ Invertibility. لو فكرنا السيشن اللي فاتت هنحل عليها النهارده شوية، وهنبدأ ناخد مدخل كده الـ LTI، يعني ناخد Linearity و Time Invariance ونحل عليها مسألتين ثلاثة، ومنها ناخد مدخل الـ LTI Systems وهنعمل فيه إيه وشكله. تمام؟ طيب خلاص؟ فهنبدأ أول حاجة بإن إحنا هنحل مسائل على الانفرتبيلتي، هنحل مسائل على الانفرتبيلتي وبعدين هنشوف موضوع اللينيارتي تايم انفاريانس، وهنحل في الآخر كام مسائل عليهم كده ونفتح منهم الكلام على الـ HOS. طيب بالنسبة للانفرتبيلتي نستطيع سريعا بس خلاص دي كانت معناها إيه؟ لو فاكرين اللينيارتي كان معناها إيه؟ سوبر بوزيشن. انا عندي انبوتس حصل لها سوبر بوزيشن، يعني جمعت اثنين انبوتس وعملت منهم انبوت ثالث، يبقى الاوتبوت الثالث ده هو مجموع الاثنين اوتبوتس الاصليين. تمام؟ طيب التايم انفاريانس لو تي اكس تي من تي نوت يطلع لي واي تي بالظبط، ان انا لو حصل شيفت في الانبوت، يعني انا خدت انبوت معين طلع لي اوتبوت، جيت عملت شيفت في نفس الانبوت ده فالاوتبوت الجديد اللي يطلع هو نفس الاوتبوت الاصلي بس معمول نفس الشيفت. تمام؟ مش اوتبوت ثاني يعني. فدي كانت خاصيه التايم انفاريانس. والانفرتبيلتي ان هو زي 2x تطلع نص x بالظبط، هو المثال الشهير بتاع 2x نص x مفيش غيره. ان جنرال ان انا لو عندي سيستم دخله انبوت x فهيطلع اوتبوت y of t. خلاص يا عم، فهيطلع اوتبوت y of t. هل عندك المقدره ان الاوتبوت ده من السيجنال اسمها y of t تقدر ترجع x of t ولا لا؟ لو عندك المقدره دي فخلاص هتروح حاطط سيستم تاني هنا كده في المعادله اللي هو الانفرس سيستم، فتطلع اكس اوف تي تاني. فلو انت تقدر، لو السيستم ده انفرت، لو ينفع من الاوتبوت بتاعه ارجع اجيب الانبوت تاني. تمام؟ طيب فاللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنشوف معادلات سيستم ونرجع نشوف هل دي انفرت ولا لا. السكشن اللي فات كنت قلت لكم ان انت لو عايز تثبت خاصيه معينه، لو انا عايز اثبت مثلا ان الحاجه انفرت ولا لا لازم تثبتها جنرال صح؟ لكن لو عايز انفي خاصيه باي نقطه يكفي ان انا اكفي، يعني يكفي ان انا انفيها بنقطه واحده او بكيس واحده، عند نقطه واحده بس. فده اللي احنا بنفكر فيه مينلي في موضوع الانفرتبيلتي، لان في الانفرتبيلتي الاثبات مش ستريت فورورد، مش سهل قوي، فاحنا دايما بنحاول نفكر ازاي ننفي الخاصيه دي. تمام؟ طيب انتوا متخيلين خلاص، يعني احنا مالناش دعوه بالسيستم الثاني ده، هنبص على السيستم الاولاني بس. انتوا متخيلين يعني ايه الكيس، او افكر في ايه كسبيشال كيس او ككاونتر اكزامبل يعني انفي بيه خاصيه الانفرتبيلتي؟
يعني انا السيستم كده ومعايا انبوت اوت، ازاي اقول السيستم ده على طول ان هو ران انفرتبل باكزامبل بالظبط؟ لو لقيت ان السيستم ده لو دخلت له اثنين انبوتس مختلفين وطلعنا نفس الاوتبوت، هل ده على طول يقول لي ان السيستم ده انفرتبل؟ اه لان لو اثنين طلعوا نفس الاوتبوت يعني دخلت اكس 1 طلع لي واي، ولو دخلت اكس 2 طلع لي واي برضه. فانا لو انا في الاوتبوت بوصل الاوتبوت لقيت جالي واي هعرف الانبوت منين؟ ما عنديش طريقه ان انا اعرف. فلازم السيستم بتاعي يبقى فيه 1 تو 1 ريليشن، يعني كل انبوت طلع اوتبوت خاص بيه، لو الانبوت اختلف الاوتبوت يختلف، عشان لو عرفت الاوتبوت اعرف الانبوت بتاعك ايه. تمام؟ فده اللي احنا بندور عليه. هديك المعادله واقول لك انت من المعادله اللي انت شايفها قدامك دي، هل في قيمتين للاكس مختلفين يطلعوا نفس القيمه للواي ولا لا؟ تمام؟ فخلينا نبدا. اول مثال، لو قلت لك ديسكريت سيستم واي اوف ان بيساوي ان اكس اوف ان، مبدئيا بقول لكم فكروا هل نقدر ننفي، يعني هل تقدروا تنفوا الانفرتبيلتي ولا لا؟ يعني هل في اثنين انبوتس في المعادله يطلعوا نفس الاوتبوت ولا لا؟ فكروا فيها كده. اولا المعادله السيستم ده بيعمل ايه دايما؟ لما تشوف معادله ما تقعدش تفكر رياضه وبس، قلت لكم من قبل كده حاول دايما تفكر ان انت تتخيل السيجنال عامل ازاي او السيستم بيعمل ايه. فالسيستم ده بيعمل ايه؟ بياخد الانبوت ويضرب كل سامبل منه في التايم اندكس، يعني السامبل عند 1 يضربها في 1، والسامبل عند 2 يضربها في 2، والعند 3 يضربها في 3 وهكذا. فهل من الاوتبوت ده اقدر ارجع الانبوت تاني؟ هو ده انفرتبل والانبوت بيساوي 1 اوفر ان واي. طيب فالناس بتقول انفرتبل، ولو عايز اعكسه او من الاوتبوت اجيب منه الانبوت تاني اقسم، يعني الاوتبوت يطلع درجه وعند 3 اقسمه على 3 اجيب الانبوت. طيب يبقى هو انفرتبل ولا لا؟ حد شايف مشكله في اللي انا قلته؟ بس عشان الزيرو. ايوه بالظبط. طب الاوتبوت الانبوت اللي كان عند الزيرو هيتضرب في كام؟ في زيرو، هيطلع لك اوتبوت بزيرو. هتعرف تجيب الانبوت ده تاني؟ ما عندكش اي طريقه. يعني مثلا انت عندك الانبوت كان كده كله حي مثلا، يعني فالاوتبوت بتاعك عامل ازاي؟ دول هيتضربوا في ماينس في قيمه اللي هو التايم، يعني اللي عند الزيرو ده هيتضرب في صفر، ودول هيتضربوا 1 2 3 4 وهكذا. ده الاوتبوت بتاعك ماشي. من دول اقدر اجيب دول ان انا اقسم على الاندكس بتاع التايم، وده اقسم على الاندكس بتاع التايم. طب دي اقدر اجيب منها دي؟ لا. يعني لو دي كانت بواحد او باثنين او بثلاثه هل هتفرق؟ نفس الاوتبوت. يبقى في انبوت اهو، يبقى خلاص ادي انبوت قيمته ب 1 وانبوت ثاني قيمته ب 2، والاثنين هيطلعوا اوتبوت بصفر. هو ده الاكزامبل. يعني انت لو كتبت عملت كده خلاص انت اثبتت، او اثبتت يعني نفيت الصفر، يعني اثبتت نفي الصفر. تمام؟ ان انت اهو انبوت عباره عن دلتا وانبوت باثنين دلتا، والاثنين لما دخلوا على السيستم ده طلعوا صفر. فالسيستم ده مش انفرتبل عشان الزيرو. ان هو لو الناس كانت فكرت باسلوب تاني، الناس قالت ان هو ايه خلاص ده انفرتبل، لو انا عايز اعكسه هعمل المعادله دي. ان هو هعمل سيستم تاني بدل ما بيضرب في التايم بيسمع التايم. فده هيعكس تاثير ده. ماشي السيستم ده اوكي بيسمع تايم كل حاجه، بس هل السيستم ده ينفع يشتغل عند صفر؟ ما ينفعش، المعادله دي اصلا مش بارده عند صفر. فانت عملت سيستم تاني وسيستم تاني بايظ. فهو اكشوال مفيش انفرس سيستم، ده مش انفرس، فده ما ينفعش يتعمل. فمفيش انفرس سيستم للمعادله دي، وبالتالي المعادله دي نون انفرتبل، ما ينفعش اعكسها. تمام؟ عشان مشكله الصفر. طيب تاني مثال، لو قلت لك ان انا عندي سيستم واي اوف ان بيساوي برضه، شوف السيستم ده كده هل ينفع يتعكس ولا لا؟ خرابه يعني، خرابه يعني خرابه. يعني
يعني انفرتر ولا لا مثلا انفرتر هو انا الانفرتر سيستم بتاعي نون كوزر لا مش ما ينفعش بالريال سيستم بس عايزين نعمل انفرتر لو الريال سيستم تقول نون انفرتر لما هتعمل سيستم تاني ما ينفعش تعمل اصلا انا انفرتر سيستم إلا لو كان هو قايلك في الأول إن هو مش شير تايم سيستم، إحنا قلنا لو مش شير تايم سيستم ممكن يبقى سيستم كوزا عادي. وهل أنت مثلا لو قلت إن ده يبقى إنفيرتر بس ما تنفعش بالظبط ممكن يعني بس ستيت إن أنت فاهم فكرة إن الكوزاليتي دي ما تتحققش لو أنت شغال يا فاهم. لو قلت له أخلص هو فاهم. كم واحد طلعها إنفيرتر؟ طيب كم واحد طلعها نان إنفيرتر ما ينفعش تعكس؟ طيب إيه بقى اللي طلعها نان إنفيرتر؟ كنا احنا قلنا هنسوي اثنين انفرتر لو دخلنا اثنين انبوتس مختلفين طبعا نفس الاوتبوت صح؟ ايه بقى الاثنين انبوتس اللي انتوا دخلتهم وطبعا نفس الاوتبوت؟ خلينا نجرب كده عند ال n ب 0 اي انبوت هدخله الاوتبوت بيطلع ب 0 عند ال n ب 0 اي انبوت هدخله الاوتبوت بيطلع ب 0 طيب نفس الفكره؟ طيب الناس اللي قالوا انفرتر لو سمعوا الكلام ده هيرجعوا في كلامهم ولا لسه مصممين ان هو انفرتر؟ انه هنا واضح من البتاع من المعادله ان الاوتبوت دايما عند الان بصفر دايما بصفر فاي اي انبوت هيخش عند زيرو الاوتبوت بيوصل يطلع بزيرو يبقى انفرتبل ولا نون انفرتبل؟ ايوه وقال عند ان بزيرو ماشي يعني الاوتبوت عند ان بزيرو بزيرو نعم فايا كان الانبوت الاوتبوت يطلع بصفر لما الاكس ان اه نعم هو الانبوت هو وقت ما يبقى زيرو وقت ما يبقى زيرو الاوتبوت بتاعه زيرو مش هعرف ادخل لا مش وقت ما يبقى زيرو المعادله دي معناها ان الاوتبوت دايما بزيرو عند الان بيساوي زيرو بغض النظر عن ان ده معنى المعادله ان الاوتبوت عند ان بيساوي صفر بيساوي صفر بس يعني هو هنا مقسم لي الانبوت مش الانبوت مقسم التايم في فرق كبير قوي ان هو يقسم لك الانبوت او ان هو يقسم لك التايم فرق كبير قوي طيب واحد واحد زي ما بقول لكم دايما في الحاجات دي ما تخشش على يلا على طول تخيل السيستم بيعمل ايه لو انا عندي السيستم ده دخله الانبوت اللي فوق ده مثلا واحد اي حاجه اي انبوت معين تمام فالمعادله بتقول لي ان الاوتبوت هيبقى كالاتي في التايم النيجاتيف يعني لو الان اقل من الزيرو الاوتبوت هو هو الانبوت صح؟ يعني باجي في الجزء النيجاتيف ده الانبوت بينزل زي ما هو تمام؟ وبعدين عند الان بيساوي صفر الاوتبوت دايما بصفر وبعد كده من اول ان بيساوي واحد الاوتبوت هيساوي ايه؟ متشفت مش عارف تساوي متشفت ازاي واي اوف 1 بتساوي اكس اوف 0 يعني ده هينزل يجي هنا واي اوف 2 بيساوي اكس اوف 1 يعني دي هتنزل تيجي هنا ده 1 وده 2 وبعدين واي اوف 3 هو اكس اوف 2 وهكذا يعني ده هيتشفت يمين كده تمام طيب لو يبقى ده اللي احنا شفناه السيستم بيعمله ان هو بيخلي الجزء النيجاتيف والجزء من اول 0 لحد انفينيتي بياخده يشفته بواحد والزيرو دي بتفضل موجوده فهل في اي معلومات ضاعت من الانبوت؟ يعني هل في حاجه مش عايز ترجعها؟ لو بكل بساطه لو عايز ترجع الانبوت هتعمل ايه؟ تاخد الجزء اليمين ده تدخله واحده شمال صح؟ فيبقى السيستم ده ما بيضيعش انبوت. اه الاوتبوت دايما بزيرو بس هو ما ضيعش المعلومه دي. يعني الاولاني اه كان في مشكله ان هو بيضيع معلومه ان الاكس عند زيرو بيضربها في صفر فطار لكن هنا هو حط زيرو هنا اه بس هو وداها عند واي فون يعني وداها مين؟ فانت لو عايز تسترجعها مفيهاش مشكله فما ضاعتش يبقى السيستم ده انفرتبل سيستم المعلومات اللي في الانبوت كلها ظهرت في الاوت موجوده تاني انت فهمت السيستم بيعمل ايه؟ لو حته اللي قبل زيرو بينزله زي ما هو يبقى الان اقل من زيرو الاوتبوت بيساوي الانبوت ففي الجزء اللي اقل من الصفر الانبوت بينزل زي ما هو في الاوتبوت اهو وبعدين الاوتبوت عند الان بيساوي صفر بيساوي صفر يعني الاوتبوت هنا دايما بيساوي صفر ومن اول ان بواحد الاوتبوت بيساوي ايه؟ الانبوت اللي فات يعني واي اوف 1 بيساوي اكس اوف 0 وهكذا يعني هتلاقي ان اكس اوف 0 نزلت هنا والاكس اوف 1 نزلت هنا والاكس اوف 2 نزلت هنا كلهم اتشفتوا يمين صح؟ فهل في معلومه ضاعت من الانبوت؟ يعني مش الانبوت كده كله ظاهر في الاوتبوت؟ يعني هو كل حصل ان هو خد دول نزلهم ودول شفتهم يمين فكله ده لو انا عايز ارجع الانبوت هعمل ايه؟ هسيب دول زي ما هم واللي على اليمين دول ايه؟ ارجعهم تاني شمال وبالتالي مفيش اي معلومه ضاعت من الانبوت حتى الاوتبوت صفر هنا اه حتى الاوتبوت صفر ليه؟ لانه دي ما طلعتش زي السيستم الاولاني السيستم الاولاني كان الانبوت عند زيرو بيضربه بصفر فبيطيره لكن هنا لا هو شفته جابه هنا وبالتالي هو لسه موجود يبقى ده انفرتبل سيستم لو عايز اعكسه اللي انتوا قلتوه ده بس عايزين نكتبه في المعادله الرياضيه اللي هو الحته دي فهنقول ان الانفرس سيستم هيبقى معادلته عامل ايه؟ في الجزء النيجاتيف الانفرس سيستم هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه ياخدها زي ما هي صح؟ فيبقى في الجزء اللي اقل من الصفر الاوتبوت هو هو الانبوت
طب في جزء البوست بقى عايز اخد الحاجات دي كلها وارجعها تاني عشان ارجع الانبوت الاصلي. ارجعها تبقى تساوي ايه؟ اكس بلس 1 اكس بلس 1 ده لو الان اكبر من اساسه. حد متلخبط في المعادله اللي جت ازاي؟ ممكن اشيل ايكوال واقول عن ان يساوي 0 الواي تكون تساوي اكس اوف 1 بالظبط. بس ماشي لو شلت الزيرو يبقى الواي اللي هي الواي اوف ان عند ان بيساوي صفر هتساوي اكس اوف 1. بس لو لقيت هتلاقي هي نفس المعادله يعني ممكن اضمها مع الفوق بس مش لازم تخلصها في الفوق. اصبح ان ده نون كوزل. نعم؟ ده نون كوزل وبالتالي ماشي قول له نون كوزل سيت بس مش مشكله يعني المهم ان انا طلعت لك ان السيستم ده هرجعه ان انا اعمل كذا. ماشي؟ في مشكله في الكلام ده؟ فين؟ ده؟ يعني هو اللي عمله ان هو السيستم الاصلي شفيتهم يمين وضرب في اثنين فلو عايز ارجعهم كنت هشفيتهم شمال زي هنا واقسم على الاثنين يعني ده كان هيبقى فيه نص هنا. يعني ينفع اخدها اللي هي نعم؟ انا عايز ارجع من الشكل ده ارجع الشكل ده. لو في جزء هو اللي جوه صخره رجعهم لان هي متعرفه على كذا فتره ففي فتره منهم حصل فيها مشكله فخلاص تبقى تاني لكن الفترات الثانيه ارجع تمام؟ انا سالتش عن الجزء ده انا قلت لك هل السيستم ده ممكن يتعمل له انفيرجن ولا لا؟ فيتعمل له انفيرجن ده ممكن يكون ده جزء السيستم. ماشي بس هو لو ضغط مش هيحققها. ماشي ده ما ينفعش يحقق بس ده الانفرس بتاع ده. انا مش عارف تحققه دي مشكله ثانيه. يعني انا ما قلتلكش تيست انك كوزالتي او لا قلت لك ده ريال تايم سيستم ولا لا ما ممكن يكون ده سيستم ينفع يكون كوز مش احنا قلنا في السيكشن اللي فات لو سيستمز مش ريال تايم ممكن تبقى كوزال عادي ماشي فانت اكتب له ده الانفرس سيستم لو هو سالك عن كوزالتي قول له ده كوز فلو ده كان ريال تايم سيستم يبقى انا مش هقدر يبقى الانفرس سيستم انا مش هقدر امبلمنته بس في الاخر ده هيعكس تاثير ده تمام كده. طيب مثال تاني لو قلت لك في continuous system y في t بيساوي x في 2t اولا السيستم ده بيعمل ايه؟ بيعمل expansion على compression ايه اكبر واحد ده بيعمل compression ده سيستم بيعمل كومبريشن. جبت الفلتر ولا لا؟ طيب ليه بتقول لا؟ ايه اللي هتضيع بقى؟ جزء بتاع الكومبريشن تمام. ما الجزء الثاني ده بس او لو هو موجود كان هيعمل كومبريشن معاك. يعني لو هي كانت كده هتضغط تبقى كده، لو هي كانت كده هتضغط تبقى كده. اي حاجه هتيجي هتعمل كومبريشن معاك. لا هو مش هو مش بالظبط يعني انا سيبك ماشي هنرجع على الموديل سكيل دلوقتي بس هو كتايم دلوقتي هل انفيرتبل؟ انفيرتبل اه انفيرتبل ليه؟ لانه اللي هيعمله كومبريشن هيعمله اكسبرشن مفيش معلومه موجوده في الكومبريشن ككونتينوس مفيش معلومه موجوده هي نفس كل البوينتس موجوده بس كل فرق ان انا بدل ما كنت برسمها من 0 ل 4 مثلا هرسمها من 0 ل 2 بس كل البوينتس موجوده انها كونتينوس تايم. السؤال بقى لازم عليكم يعني سبقوا ليه على طول ان هو لو نفس السيستم ده بس سكرين لا ده مش هيبقى عشان في حاجات هتضيع اللي هو الركبه بقى بالظبط السيستم ده نفس السيستم الاصلي اللي هو كان انفرتبل اصلا على النت سكرين هل شايف انفرتبل ولا لا؟ لا ليه بقى؟ في سامبلز بتضيع ايه السامبلز اللي بتضيع؟ في حاجات مش حاجات القطه ليه؟ لانه لو جيت تعوض هتلاقي مثلا ده الاكس مثلا تمام والواي اهو الواي اوف 0 بيساوي اكس اوف 0 فدي هتنزل زي ما هي الواي اوف 1 هتساوي اكس في 2 فيعني دي مش هيبقى معايا وهاخد دي احطها عند واي اوف 1 بعدين واي اوف 2 تساوي اكس اوف 4 اللي هو افوت الثالثه واخد الرابعه فهلاقي نفسي دايما عمال بفوت الاوض باخد الايفن بس تمام فيعني انا هنا بشيل حاجات الاوض وباخد الايفن ارسمهم جنب بعض فبالتالي هل ينفع ارجع مثال ده؟ مش هعرف الاوض كان بكام صح؟ وبالتالي ده نون انفيرتبل سيستم لان في معلومه بتضيع الكومبريشن في الديسكريت بيضيع معلومه بيضيع حاجات الاوضه ده ما بيحصلش في الكونتينوس الكونتينوس اصلا ما فيش حاجه اسمها السامبل اللي جنبه ما فيش الكونسيبت ده في الكونتينوس كلنا متوصلين ببعض هو سؤال بقى حاجه هو لما بيجي بقى الداتا
بعدها ديسكريت ولا كونتينيوس؟ بعد ديسكريت لما كده في الديسكريت مثلا لما هيعمل هيكبر السيجنال عشان يحصل لها الباور ما يقلش وكده في حاجات هتضيع في السيجنال. لا ده اسمه ترانسفورميشن اندبندنت فاليو. انا بعمل كومبريشن في التايم، عايز تكبرها كبر، الناحيه الثانيه هيروح ضارب في العك، يعني انت ضربت في 5 الناحيه الثانيه يضرب في 5. طيب فده بيضرب بره، انت بتقول ده اللي هو التجريب بيضرب بره، فده عادي يرجع السيستم. لكن الكومبريشن بتاع التايم هو ده اللي يعني ما ينفعش ترجع. طب هو انت الانفرتابيلتي بيفيدني في ايه في ال هنيجي كمان شويه هنتكلم على الابلكيشن، عارف ان هو بشغل ايه الكلام ده. تمام فالديسكريت بيبقى شكل عامل كده. طيب لو كان يا جماعه الديسكريت طبعا في التايم نفس الحكايه، لو كان اكس اوف تي عن 2 هي صح؟ فرات تي يبقى العكس يعني يعمل كومبريشن. طيب لو كان في الديسكريت الواي اوف ان بتساوي اكس اوف ان على 2. وعمل سؤال لو واي فان بتساوي اكس فان على 2 ده انفرتر ولا لا؟ اولا ينفع يكون في سيستم معطيته كده؟ لا كده واي فان بتساوي كام؟ زيرو. مش حاسس ما يكسبش نص صح؟ فما ينفعش اصلا السيستم يكتبه معادله كده. لو هيكتب لك المعادله دي لازم على الاقل يقول يعمل لك كده، يقول لك لو الان ايفن وحاجه ثانيه مثلا زيرو او اي حاجه، لو الان اوض يعني او وات ايفر. ليه؟ لان دي ما ينفعش تتعمل غير على الان ايفن بس. فساعتها بيحصل ايه؟ يقول لك لو انت عندك السيستم ادي الاكس تمام؟ وعايز تحسب الواي، فالواي اوف زيرو بتساوي اكس اوف زيرو، خلاص يبقى الاكس هتنزل زي ما هي. طيب واي اوف 1 مثلا انت مع يعني اعملها انها بصفر هتحطه بصفر. واي اوف 2 هتساوي كام؟ واي اوف 2 اكس اوف 1، يعني الاكس اوف 1 دي اللي هي اول سامبل هتيجي عند ايه؟ عند واي اوف 2. بعدين دي هتبقى صفر، واي اوف 4 اكس اوف 2. اللي هو ده اللي هو الاكسبانشن في الديسكريت تايم انفرتبل. لو عايز اعكسه هعمل ايه؟ اكس اوف 2 ان الاولانيه اللي هي اكس اوف ان اللي كانت تانيه هتاخد الحاجات الايفن اللي انا عايزها والحاجات اللي انا كنت هشيلها اصلا هتشيلها. ففي الديسكريت دي حته مهمه جدا. في الديسكريت لو حطيت سيستم بيعمل لك ان على 2 وبعدين 2 ان هيرجعك السيجنال الاصليه. لكن لو دخلت سيجنال وعديتها على سيستم بيعمل 2 ان وبعدين على سيستم تاني ان على 2 فيطلعها. لان ده اصلا ضايع المعلومه. اهي انا وانا بعرفها قلت لك حطيها بزيرو او حطيها بواحد او على حسب ما انا اعرفك انت. فانا اهي حطيتها بزيرو واحد وثلاثه وخمسه وكده، انا حطيتهم بزيرو او حطهم الباقيين تاني كامل على حسب ما انا بعرف الكلام ده. لا مش فكره عندها ضعف، انا الاكس اوف زيرو نزلت، الاكس اوف واحد دي انا مش عايز اقضيها. هي اه قصادها بقى في صفر بس هي راحت عند واي اوف اثنين. يعني دي جت هنا ودي هتيجي هنا، يعني كل واحده هتروح بس هتتحط في مكان ثاني في الطن، هتبعد شويه. لكن هي موجوده لسه ما ضاعتش. فبالتالي لو عايز ارجعها خلاص هاخد دور ارجع الاصليه. تمام؟ ففي الديسكريت ده ماشي. هيرجع سيجنال اصلي تاني، لكن ده لا، لان ده هنا في معلومه هتضيع بعد البروك الاولاني. ده يختلف عن الكونتينرز، الكونتينرز الترتيب مش هيفرق ان الاثنين شغالين. ماشي؟ طيب لو عندي سيستم واي اف تي يساوي كوساين اكس اوف تي انفرتبل ولا لا؟ لا مش انفرتبل عشان ممكن نفس الفاليو يبقى اكس اوف تي. قلنا في الاول هتفكر مبدئيا كده، هل في قيمتين يطلعوا نفس الاوتبوت هنا؟ اللي هم ايه؟ اي قيمتين يا جماعه؟ 0 و2 باي، لو الاكس بتساوي 0 الواي بيساوي 1، لو الاكس بيساوي 2 باي الواي بيساوي 1 صح؟ فالقيمتين هم الانبوت اللي هو الاكس طلعنا نفس الاوت، فبالتالي هو نون انفرتر. كان سؤالي على طول في السيستم ده محتاج ميموري؟ لا عشان هو بيعتمد على الفريزنت، بيعتمد على الاكس اوف تي بس صح؟ يعني الاكس اوف تي اللي بتدخل دلوقتي في البريزنت باخدها على ملاك كوزاين بتاعتي، فانا مش محتاج ميموري في حاجه. فالسيستمز اللي مش محتاجه ميموري انت ممكن تفكر في المعادله دي على انها معادله ما بين واي واكس صح؟ فمعادله ما بين واي واكس لو كنت رسمتها
الكوساين دي اللي هي واي تساوي كوساين اكس. وادي الاكس لو هرسمها هتبقى عامله ازاي؟ اللي هو رسمه الكوساين صح؟ ده معادله السيستم، بس ده سيستم انا بعمل كده عادي عشان التي هي هي يعني فاهم؟ التايم فاريبل مش داخل معايا في الحسبان. فالمعادله بين واي واكس كده. فاكرين في خدتوا في اعدادي حاجه اسمها الهوريزونتال لاين تيست وفيرتيكال لاين تيست، في حاجات كده؟ اعدادي؟ مش اعدادي هندسه. المهم يعني كان في حاجه اسمها هوريزونتال لاين تيست، ان هو لما ترسم كيرف بتاع اي فانكشن وترسم خط خط هوريزونتال هل يقطع الكيرف كذا نقطه ولا لا؟ لو قطعها في كذا نقطه يبقى نون انفرتبل على طول. ليه؟ لانه ده معناه ايه؟ لو هو قطعها في كذا نقطه ده معناه ان الانبوت ده بيطلع الاوتبوت ده، والانبوت ده بيطلع نفس الاوتبوت، والانبوت ده بيطلع نفس الاوتبوت. اللي هو الاكس هو اللي هو الانبوت بتاع السيستم، عمال كذا انبوت مختلف يطلع نفس الاوتبوت. عشان كده سيستم تاني لو هو واي قلت لك واي بيساوي اكس سكوير في تي، واي في تي بيساوي اكس سكوير في تي، السيستم ده كنت انتوا على طول هتقولوا نون انفرتبل ولا لا؟ نون انفرتبل. ليه؟ عشان لو واي ب 25 يبقى اكس 25 يعني 5 ناقص 5 مش هتعرف ترجعها صح؟ ده برضه لو كنت عايز تعملها بالتست ده كنت هتقول ادي المعادله بتاعت اكس سكوير، تلاقي في قيمتين في الانبوت بيطلعوا نفس الاوتبوت تمام؟ فلو المعادله كانت واي واكس بس مفيش تايم يعني مفيش لاير في التايم فانت ممكن تعملها بالتست ده على طول لو ما كانش واضحه يعني تمام؟ طيب لو جيت تعمل فيرتيكال لاين تيست يعني لو رسمت المعادله بتاعت السيستم ده ولقيت مثلا فيرتيكال لاين بيقطع نقطتين يعني طبعا هنا اي فيرتيكال لاين مش هيقطع نقطتين في الكيرف لكن لو كان في كيرف وجيت ارسم فيرتيكال لاين قطع نقطتين ايوه دي اصلا مش فانكشن لو فاكرين ده كان اصلا تيست انا اقول لك ده دي فانكشن اصلا لا دي مش فانكشن اصلا لما يبقى الفيرتيكال لاين يقطع نقطتين دي مش فانكشن مفيش سيستم ينفع في المعادله كده المعادله نفسها غلط اصلا مفيش سيستم احنا قلنا سيستم لو صفر فانكشن مفيش سيستم يعني كله انبوت يطلع اثنين اوتبوتس ازاي يعني تمام فما ينفعش اصلا ان هي الفيرتيكال لاين تيست ما عنديش منه طيب فدي خلاص دي قلنا نون انفرتبل ليه؟ لان ممكن اي قيمه الاكس تطلع ايه؟ يعني قيمتين مختلفتين الاكس او اكتر من قيمه كمان يطلع نفس الاوتبوت. طيب لو قلنا السيستم ده سيستم واي في تي يساوي كوساين تي في اكس في تي انفرتر خلنا كل دي كمان انفرتر ماشي انفرتر كم واحد يقول انفرتر طيب كم واحد يقول نان انفرتر طورت نان دي اول حاجه عشان بس السؤال كاتب المثال ده عشان اول السؤال اللي اتسال دلوقتي بتاع خلاص ما كده اي حاجه بيريودك تبقى على طول ايه نان انفرتر زي اللي فوق ما عشان كده اللي فوق دي طلعت نان انفرتر ليه عشان السؤال اللي بيريودك ففي اكيد كذا قيمه طلع نفس الاوتبوت تمام بس الفكره دي الاكس جوه الكوساين فانا بعمل كوساين على الاكس ففي كذا قيمه للانبوت هم اللي بيطلعوا لكن انا دي كوساين تي تي ما كوساين 0 2 ما عنديش مشكله انا في انا بتكلم على قيم الاكس هي اللي بتطلع نفس الاوتبوت ولا فالاكس هنا بعيد عن البريديستي اصلا بره الكوساين اصلا تمام فهي بره الكوساين فمش اي حاجه بريودك على طول بقى بتتصرف اقول ايه اللي هي ايه نان انفرت فهي دي اكس بار فمالهاش علاقه بالموضوع ده طب مع ذلك هي ستيل نان انفرت بالظبط كده لو الانبوت انا باخد الانبوت بضربه في رقم صح؟ طب لو التي بيساوي باي على 2 الانبوت ساعتها هتضرب في كام؟ في 0 يعني عند التي بيساوي باي على 2 الاوتبوت هيطلع لك بصفر هل هتعرف تجيب الانبوت كان بكام؟ مستحيل تعرف يعني الانبوت كان باي حاجه اكس باي 2 دي كانت ب 5 كانت ب 10 كانت ب 20 كانت ب 30 ايا كان كلهم كل الانبوتس دي هتطلع اوتبوت بصفر عند اللحظه دي يبقى دي نون انفرتر بس السبب تاني حته البريودك ولا لا يعني ليه احنا الكوساين اكس اكس اوف تي دي عشان قلنا مثلا ان ممكن تجي لي 0 باي على 2 0 2 باي 0 2 باي اللي تحتيها ما هو ممكن برضو يعني التي نفسها ممكن تبقى 0 بالظبط بس احنا كنت بقول لك ايه انا عايز قيمتين للانبوت اكس قيمتين لاكس يطلعوا نفس الوورد لكن التي ما عنديش اي ريستريكشن عليه يعني انا هنا بتكلم في قيمتين للاكس يعني الاكس هي 0 الاكس ب 2 باي طلعها اوت كده دول اتنين انبوتس لكن انا التي ب 0 التي مش انبوت هي على الاكس اكس اوف تي دي اصلا دي يا اما انبوت يا اما مثلا فانكشن بتاعت الانبوت صح؟ اللي هو السيجنال نفسها بتاعت الانبوت تمام؟
فبالتالي هنا الاوتبوت ده ماشي، هقدر ارجع دايما الانبوت في اي لحظات غير اللحظات بتاعه 4 على 2 وال 3 على 2 اللي هي اللحظات اللي هتخلي الكوساين بيصير فين. فبالتالي في لحظات مش هقدر ارجع ليها، يبقى هو ده الانفرتر العادي ماشي. فده نان انفرتر بس لسبب تاني مش بريديستي وخلاص ماشي. طيب في مشكله في الكلام ده؟ تقدر بقى الموضوع يعني زي ما بقول لكم ده عايز حل كتير، لان مفيش طريقه سيستماتيك. انت بتشوف المعادله وتحاول بقى تشوف هل المعادله دي اقدر ارجع الاوتبوت من انبوت ولا لا. تمام زي ما انت شفت. طيب دلوقتي هنتكلم على يعني احنا كده يعتبر خلصنا كل البروبرتيز اللي احنا عايزينها في السيستم. قلنا ان عندنا بقى البروبرتيز اللي هي اللي كانت المره اللي فاتت اتكلمنا عليها اللي هي اللينيارتي تايم انفيرينس والكلام ده كله، النهارده اتكلمنا عن الانفيرتبيلتي. هنبدا بقى نتكلم من دلوقتي، هنتكلم على سيستمز معينه اللي بينطبق عليهم الخاصيتين دول، خاصيه اللينيارتي وخاصيه التايم انفيرينس. يعني السيستمز اللي لينير والتايم انفيرينس هنتكلم عنها لوحدها، وبعد المثال ده هنقول اشمعنى اختصينا دول بس، يعني اشمعنى دول مهمين بالنسبه لنا وهنكمل الكورس كله فيهم. تمام؟ في اكزامبل بقول لك انا هديك سيستم ال تي اي، يعني انا من الاول انا قلت لك ان هو لينير تايم انفيرنت تمام؟ وبقول لك السيستم ده انا هدخل له الانبوت ده. فده كان اكس اوف تي تمام؟ لما دخلت الانبوت ده للسيستم ده طلع لي اوتبوت عامل كده. تمام كده؟ كل ده جيفن، انا اللي بديهولك، انا قلت لك في سيستم ال تي اي يعني لينير تايم انفيرينت سيستم، ولو دخلت له انبوت ده خرج الاوتبوت ده، وبقول لك نفس السيستم ده لو دخلت له انبوت عامل كده. لو دخلت له انبوت تاني عامل كده، احسب لي الاوتبوت. تو تريانجلز، حد قال حاجه ثانيه؟ عكس بعض. لو قطعت ترينجل ثاني اكبر، هو ترينجل ثاني فوق كده بس اكبر. يعني طيب قولوا لي انا هرسم ايه؟ اول حاجه ابدا ان انا هرسم ترينجل فوق ولا تحت؟ فوق. طيب بيخلص عند كام؟ اثنين. عند اثنين. وارتفاع؟ اربعه. اربعه ولا اثنين؟ اربعه. هي بتقول اربعه؟ عند اثنين صح؟ طيب اربعه. طيب في حاجة تانية ارسمها؟ ترينج تاني تحت ولا فوق؟ تحت. نزل لحد فين؟ ماينس 2. ماينس 2 بيخلص فين؟ 4 7 صح؟ يعني بتأجل عكسته فعكسته بتاعته. طيب هات الأوتبوت بتاعته. طب هو اصلا هو بيضرب حاجات القد، بيضرب القيمه القد في اثنين. يعني ايه بيضرب القيمه القد في اثنين؟ يعني عند القيمه القد بيضرب الـ بيضرب الـ لا يعني ممكن استنتج يعني اصلا الفانكشن اللي هو بيعملها ايه؟ ايه الفانكشن اللي هو بيعملها؟ ان هو عند القيمه القد بيضرب القيمه اللي دخلت في اثنين. طب خلينا نطلع اوتبوت عليه وشوف هل هينطبق اللي انت بتقوله ولا لا. طيب الاوتبوت عليه بقى يلا نرسمه ايه بقى؟ لو باللي انت بتقوله ده هنرسم اهرامات صح؟ لا ومثلث 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 شمس فوق بقى ماشي. هنعملها ازاي بقى؟ عشان نقسم ثلاث مثلثات بس يبقوا اربعات وبعد كده اقسم اربعات يعني. طيب انا بقول ها أرادكوا إيه؟ سلوبس مختلف بس أهرامات يعني في كم قبة من الآخر؟ ثلاثة. ثلاثة صح؟ اثنين تحت واحدة فوق. طيب كلكم بتغلطوا في الغلطة اللي هو إيه اللي أنتوا عملتوه هنا؟ إن أنتوا خدتوه بالشبكة. ده نزل كده فده هينزل زيه وده اتاخر كده وده اتاخر زيه وحاجه زي كده ما فيهاش شبه من الاصلي كله بقى قاعد يقول ايه اهرامات وحاجات غريبه تمام. فكروا انتوا عملتوا ايه رياضيه؟ سيبوكم من الشبه اللي احنا واخدين الدنيا بالشبه كده، فكروا احنا عملنا ايه رياضيه؟
انتوا قلتوا المثلث الاول لو قلتوا على اي اساس ان دي هي هي دي وضربتوه في 2 عشان دي ضربناها في 2 يبقى انتوا استخدمتوا خاصيه هو اصلا ده مش لينير لينيرتي ده مش لينير انا شفته ده فانتوا استخدمتوا خاصيه ايه اللي انا قلتها دلوقتي لينيرتي ان انتوا لما الانبوت تضرب في رقم يبقى الاوتبوت يضرب في نفس الرقم فانتوا استخدمتوا الخاصيه دي تمام وبعدين رحتوا قايلين الانبوت ده هيطلع مثلث مقلوب ماشي هو مقلوب عشان مضروب في ماينس 1 فدي برضه لينيرتي ايه اللي خلاكم تطلعوا المثلث ده متاخر ما طلعتوش هنا عشان الانبوت ده متاخر فانتوا استخدمتوا خاصيه تايم انفيرينس ان هو لما الانبوت اتاخر ثانيتين طلع نفس الاوتبوت اللي فوق بس اتاخر ثانيتين وضربت في ماينس 1 عشان لينيرتي يبقى انتوا استخدمتوا خواص اللينيرتي وتايم انفيرينس الموضوع ده فاتكم ليه؟ لان كان سهل بالعين كده تشوف ده من ده ان انتوا نزلتوا زي ما هو ضربت في 2 وشفتوا يمين وضربت في ناقص 1 كان سهل ان انتوا بالعين تشوفوها صح؟ حد عارف يجيب دي من دي؟ كلكم عشان بالشبع رحتوا قلتوا اهرامات لكن انت لو بتفكر صح لا انا اشوف دي جبتها من ده ازاي؟ عشان لو عرفت دي جبتها من ده ازاي يبقى الاوتبوت ده هجيبه من ده بنفس الطريقه زي ما عملنا هنا صح؟ ما هو لينير تايم انفاليد فاللي عامله في الانبوت عامله في الاوتبوت ده اللي انتوا عملتوه في المثال الاولاني اللي عملناه في الانبوت هنا عملتوه في الاوتبوت طلعتوا النتيجه صح طب احنا عملنا ايه ده بقى عشان نطلع ده؟ خد السؤال. هقسمه بقى كذا حته مش مثلا 1 ل 0 طيب او اول اختراع هقسمها مثلا 1 ل 0 مثلا دي حاجه واشوف عملت ايه فوق واطلع الاوتبوت بتاعها لوحدها. خد بالك ان انا يعني لما بقول احنا بنعمل ايه في الانبوت احنا بنعمل حاجتين بس شيفت وضرب. تمام. يعني دول هم خواص الكوردينات والتايم انفيرس فقسمه اضرب حته منه لا الكلام ده مش معايا انا عايز اجيب ده من ده عن طريق عمليات شيفت وضرب وجمع طبعا. فتقسيم والحاجات دي مش معايا. اختراح. لا يبقى كان انت رايح الاولاني. رايح مين تاني كان رافع ايده هنا؟ طيب. انا كان لازم اقول الرينت دي من الاول. حد يقدر يكون لي ده من ده عن طريق شيفت وضرب؟ وكم؟ مفيش انفرس. احنا قلنا الانفرس بيضرب التايم انفرس فقط. عايزين شيفت ونطلع هو انت مش نعم هيتشفت اثنين شمال ده اثنين ده واحد وده اثنين بس يا جماعه مش الموضوع مش صعب قوي على فكره الانبوت الاصلي لو عامل كده لو خدته وشفته ده كان من زيرو لاثنين صح؟ لو خدته وشفته شمال بواحد بواحده هتبقى من كام؟ ناقص واحد لواحد ممكن تجمع الاثنين دول؟ فيطلع لك ايه؟ يطلع لك ده اللي هو مجموع الاثنين دول وهنا هيبقى باثنين عشان المجموع ده وده صح؟ وبعدين ايه؟ واحد ده هو عباره عن اثنين مش ثلاثه هرمين اثنين من اللي فوق مش ثلاثه اللي هو نفس الانبوت وشفته شمال بواحده وجماعه في حد دلوقتي ما مش شايف ازاي جبنا ده من ده؟ تعرفوا تجيبوا الاوتبوت دلوقتي؟ احنا هنعمل ايه بقى؟ ده ونشفته شمال بواحده ونجمع برضه بس ما ده انا كده بستفيد بخاصيه اللينيرتي تايم انفيرس ان انا عملته في الانبوت عملته في الاول فيبقى لما الشكل ده اللي هو من 0 ل 2 هو كان عامل كده هشفته شمال بواحده فيبقى شكله عامل ازاي؟ هرم بس متصنطر حوالين الزيرو صح؟ تمام؟ نجمعهم زي ما عملنا في الانبوت يبقى شكله عامل ازاي؟ من ناقص واحد لزيرو مفيش حاجه فوق فهو ده هيطلع زي ما هو صح؟ طيب ومن الواحد للاثنين برضه نفس الخط اللي فوق ده اللي هو ده هينزل زي ما هو لان مفيش تحتيه حاجه صح؟ من واحد لاثنين طيب من زيرو لواحد بقى المفروض ان انا عايز اجمع ده وده صح؟ ما بتعرفش تجمع خطوط مستقيمه في عندك حلين يا اما تجيب المعادلات وتجمعها تمام وده الحل الجنرال ده الاصح اللي يمشي في كل الاحوال او لو هي خطوط مستقيمه بتجمع بتعمل حاجه ان انت بتجمع بتشوف البوينت في الاول وفي الاخر يعني ايه انا عايز الريجن او الفتره اللي فيها المشكله هي من زيرو لواحد اشوف بعد الزيرو على طول المفروض يبقى بكام المجموع وقبل الواحد على طول بكام اوصل الخط مستقيم يعني ايه بعد الزيرو على طول هنا القيمه بصفر وهنا القيمه بكام؟ باثنين يبقى مجموعهم باثنين وقبل الواحد على طول هنا القيمه بصفر وهنا باثنين فيبقى ايه؟ لما اوصل دي بخط مستقيم يطلع خط هوريزونتال كده.
ما كنتش عارف اهملها بالحاجات دي. خلينا احسبها بال يعني هات معادلات الخطوط. ما انت تجمع خطوط مستقيم يبقى اجيب المعادلات واجمعها. الخط المستقيم ده معادلته ايه؟ خط مستقيم بيعدي من اكس واي كل اكس يعني مش اكس قوي يعني اتنين اكس سلوب اكس واي بيساوي اتنين اكس. ده معادلة الخط المستقيم اللي فوق تمام. معادلة الخط المستقيم ده كام؟ واي هتساوي نيجاتيف اتنين ولا اتنين ولا نيجاتيف واحد؟ نيجاتيف اتنين اكس زائد اتنين الميل والجزء المقطوع من محور الصداق. يعني كلام بتاع اعدادي مش يعني اعدادي اعدادي تالت اعدادي يعني تمام. يبقى بضرب الاكس في الميل. الميل ده هنا بناقص اتنين تمام. وزائد اللي هو الجزء اللي انا قطعه من واي اكسس يعني بيقطع من واي اكسس عن اتنين. فدول المعادلتين بتوع الخطين دول. يبقى لما اجمعهم يبقى معادله الخط الناتج هتساوي ايه؟ اتنين اللي هو الخط المستقيم اللي احنا كتبناه. ماشي؟ ان جنرال خليك في السكه دي لو بتتلخبط في جمع خطوط. ليه؟ لان هي دي اللي بتديك جنرال. ليه؟ لانه يعني مفيش حاجه بعيده عن ربنا. انا ممكن اجيب لك حاجه عامله كده يعني. يعني ممكن اكتب لك حاجه تعرف تجيب معادلتها يعني مش لازم تكون حاجه عامله كده يعني اهو برافو. ده هيبقى اكس سكوير وده هيبقى ناقص اكس سكوير زائد 4. لو مش هتعرف تجمعهم كده اللي هو بالنظر يبقى هاتهم هات معادلتهم على جنب واجمع المعادلات والمعادله اللي تطلع لك ارسمها في الريجن ده تمام. ماشي؟ في مشكله في الكلام ده؟ مفيش ورقه هوب خالص ولا 3 ولا 2 ولا 4 تمام. فالحركه دي الهدف النهائي من المسائل المعادله دي بتيجي كتير او يعني مسائل مشهوره قوي ان اقول لك ال تي اي سيستم واديك علاقه بين انبوت واوتبوت واقول لك ايه هات لي الاوتبوت بتاع انبوت تاني والمفروض ان انت كنت تعرف ايه رقم من ده عشان تعملها في الاول تمام. وبصفه عامه ما فهمتش حاجه اسمها ال تي اي. ال تي اي دي حاجه ثانيه خالص. في تسمع عن شبكات الجيل الثالث والثاني الجيل الرابع اسمه ال تي اي 4G. 4G اسمه ال تي اي لونج تيرم ايفوليوشن عشان لو عايز تتنطط بالانس تمام. طيب الناس بقى تركز معايا في النقطة دي. دلوقتي احنا شفنا مثال ال تي اي سيستمز فريتنا بايه؟ ان انا لو معايا علاقات ما بين الانبوتس عملت زيها جبت الاوت. طيب الناس بقى تركز في الحتة دي كويس قوي. لو انا قلت لك ان في سيجنال معينة ممكن منها اكون اي سيجنال ثانية، اي سيجنال ممكن اكونها من سيجنال معينة كده. هل لو عرفت الاوت بتاع السيجنال دي اعرف اجيب اي اوت ثاني؟ تاني لو قلت لك ان في سيجنال معينه كده او فانكشن معينه ممكن منها اكون اي حاجه وعرفت الاوتبوت بتاع الفانكشن دي يبقى اعرف اجيب اي اوتبوت ولا لا؟ لانه هشوف بس الانبوت اللي معايا ده اكونه ازاي من دي وبالتالي الاوتبوت اكونه ازاي من الاوتبوت الاصلي صح؟ السيجنال المعينه اللي انا ممكن اكون منها اي سيجنال ثانيه دي هي الدلتا. يعني دلتا اوف تي دي ممكن اكون منها اي حاجه. بشوف الاوتبوت بتاعها اللي هو منه ممكن اكون اي اوتبوت ثاني صح ولا لا؟ الاوتبوت بتاع اي ال تي اي سيستم نتيجه ان الانبوت دلتا بنسميه اتش اوف تي او امبولس ريسبونس. ليه ادينا له اهتمام؟ لان ده منه ممكن يعني انت لو عرفت الامبولس ريسبونس بتاع سيستم ال تي اي سيستم خلاص انت مش محتاج تعرف عنه حاجه ثانيه صح؟ انت مجرد انت عارف ايه الاوتبوت نتيجه الدلتا يبقى اي انبوت تعرف تحسب الاوتبوت بتاعه. فيبقى ده حاجه بتوصف اي ال تي اي سيستم. يبقى الدلتا اي سيستم انا مش لازم اوصفه لك بمعادله اوصفه لك ان انا اديك الاتش بتاعك انبوت ريسبونس بتاعك اللي هو الاوتبوت نتيجه دخول دلتا بس عليه. هو احنا ليه قلنا ان الدلتا سؤال كويس. على اي اساس قلت ان الدلتا ممكن اكون منها اي حاجه؟ في الديسكريت بتبان. لو انا في الديسكريت قلت لك ان هي دي الدلتا كون لي السيجنال دي من الدلتا. شاف انت مين بواحد واضرب في اثنين اللي هي ايه بالعمليات اللي احنا قلناها شيفت وضرب وجمع صح؟ فيبقى شفت يمين بواحد واضرب في اثنين بعدين شفت باثنين واضرب في واحد وهكذا صح؟ وبعد كده ففي الديسكريت باين ان شفت في كل واحده واضرب في القيم. في الديسكريت باين قوي ان انا من اي سيجنال ممكن اكونها من الدلتا اللي هي الاصليه دي. في الكونتينوس زيها بالظبط بس في الكونتينوس كل الفرق ان انت لو عندك سيجنال كونتينوس كده ممكن اقول لك ان هي بتساوي دلتا زائد دلتا جنبها على طول بس مضروبه في رقم اقل شويه زائد دلتا جنبها على طول بس مضروبه في رقم اقل شويه وهكذا. فالدلتا بتبقى قريب من بعض قوي لدرجه ان السميشن بيقلب انتجريشن بس ده بيفرق في الكونتينيوس. في الكونتينيوس بكون السيجنال من الدلتا عن طريق انتجريشن لكن هنا بيبقى عن طريق سميشن اللي هو ده وشفت يمين اضرب في اثنين واجمع
عشان في دي بين اضرب واحد واحد بفضل اجمع 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 لحد ما اكون السيجنال انا عايزه. في الكونتينوس بيبقى التكامل بس كل فرد بجمع السيجنالز الاصليه زائد الشيفت زائد الشيفت وهكذا لحد ما لحد ما يكون لك الشكل النهائي اللي هو عايزه. وبالتالي تعرف بقى الاوتبوت ده تشوف في مين وتضرب في اللي انت عملته في الانبوت بقى مش عارف شفت تضرب شفت تضرب وجمع الاوتبوت دي كلها يطلع لك ايه الاوتبوت انت عايزه. تمام ناس متلخبطه في الحته دي احسن. طيب وبالتالي الدلتا دي سيجنال ممكن منها ان انا اعرف ال تي اي سيستم بتاعه قدام اظن ان في واحد اسمه كولير كان عايش حياته ان هو يثبتلك ان اي سيجنال ممكن اكونها مش من دلتات بقى من اكسبوننشال. اي سيجنال ممكن اجيبها ان هي مجموعه شويه ساين وكوزاين اكسبوننشال بتاعت كده ده اللي فوريد عمله. تمام فهناخد قدام بقى نشوف لو السيستم ده الاوتبوت بتاع الاكسبوننشال بتاعه بيساوي كذا يبقى اي انبوت اكونها من اكسبوننشال اعرف اكون الاوتبوت التاني. ودي هتبقى اسهل كمان لان اوتبوت الاكسبوننشال بيبقى سهل. تمام طيب فهمنا فكره ال تي اي سيستمز وليه اللي احنا يعني ركزنا عليها التعامل معها اسهل زائد بقى موضوع الابلكيشن اللي كان حد بيسال عليه اللي هو الكلام ده بيفيد في ايه قدام. انت وانت بتتكلم في الموبايل بتاعك الموبايل بتاعك بيطلع سيجنال. تمام طلع سيجنال السيجنال دي بتمشي في الهواء بتوصل لبرج المحمول بتاعك من هنا لحد ما توصل السيجنال بتطلع بشكل معين وبتوصل الناحيه الثانيه خلاص اي سيجنال ثانيه اصلا خالص مش تبع السيجنال اللي انت بدات بيها خالص. تمام ف التشانل اللي ما بينك او الهواء اللي ما بينك وما بين الموبايل بتاعك وبين برج المحمول ده بنوصفه على انه ال تي اي سيستم. وبالتالي انا بقول لك والله لو السيستم بتاعك ده او لو الموبايل بتاعك كان طلع دلتا يعني لو كان طلع دلتا هيوصل عند البرج حاجه عامله كده مثلا. ده الامبلس ريسبونس بتاع التشانل دي هتقعدوا تعيشوا فيها سنوات كتير قوي التشانل امبلس ريسبونس. تمام ان التشانل بتاعتك لو دخلتها دلتا هتوصل الناحيه الثانيه كام. وبالتالي بما انك عارف التشانل امبلس ريسبونس اي سيجنال هتطلع من الموبايل بتاعك هتعرف الناحيه الثانيه توصل عامله ازاي ولا لا. ما انا عارف الامبلس ريسبونس اهو هعرف الناحيه الثانيه وصلت عامله ازاي. بما انك عارف الناحيه الثانيه وصلت عامله ازاي ده هيفيدك لانك الناحيه الثانيه تراجع الايفكت. هو انت نفسك توصل بايظه؟ انت نفسك ان انت لو ان الامبلس ريسبونس يبقى عامل ازاي؟ يبقى دلتا صح؟ لانه لو دخلت دلتا هيطلع دلتا. انا نفسي السيستم يبقى عامل كده عشان السيستم كويس بس هو مش بيطلع بيطلع حاجه ثانيه. وبالتالي لما ادخل سيجنال توصل الناحيه الثانيه بايظه خالص. فانا لو عارف بقى الخواص بتاع السيستم وان السيجنال بيعمل فيه ايه هقدر اعمل اللي هو الانفرس سيستم كنا بنتكلم عنه من شويه عشان يرجع لي السيجنال اللي كانت طلعت من الموبايل اصلا. الانفرس سيستم ده حاجه مشهوره قوي بلوك كده في اول اي ريسيفر عندنا في الكوميونيكيشن اسمه الايكوالايزر غير الايكوالايزر بتاع الستيشن. تمام الايكوالايزر ده بلوك في اي ريسيفر كده كل مهمته ان هو يعاكس تاثير التشانل يعني التشانل بتبوظ لك السيجنال هو يحاول يرجعها اصليه. البلوك ده من تعقيده مش هتاخدوه ماشي الا اللي هيتجنن فيكم ويعمل ماجستير. تمام فالبلوك ده حاجه معقده جدا يعني من جوه ان هو ازاي لو انا عندي التشانل ازاي اعمل بلوك جاي له سيجنال بايظه يعرف سيجنال اصليه كانت عامله ازاي. تمام خصوصا انت مش عارف التشانل عامله ازاي يعني الهواء اللي بينه وبينه لو جت عربيه وقفت من بيني وبين البرج التشانل اتغيرت. فهو الايكوالايزر ده المفروض بقى بيحاول هو مشكلته مش في انه ان هو عارف التشانل سهل قوي اشوف الانفرس بتاعها اعرفه فيه صح؟ هو المفروض يعني ان السند هو مشكلته ان هو بيحاول يعرفه دي مشكلته الاساسيه. السند اصلا بيبقى مطلع السيجما وعامل حسابه على الانفرس ريسبونس لا هو لا انا ولا انت عارفين الشانل عامله ازاي. ايوه ماشي بيبقى عامل مثلا شكل او كذا شكل متوقع ان هو هيطلع حاجه شبه كده. مش فكره حاجه شبه كده هو اللي بيحصل بالظبط كالاتي ان انا في الاول في اول اي مش في اول مكالمه كل فتره كده الموبايل بتاعك بيبعت حاجه غير صوتها. حاجه اسمها تريننج سيكونس بيبعت حاجه الريسيفر عارفها. فانا عارف الريسيفر عارف ان انا ابعت له دلوقتي مثلا يعني ابعت له واحد لا هناك وصل له نص يبقى هو عارف ان التشانل في اللحظه دي بتضرب في نص فيعامل الداتا بعد كده ان هو يرجع يقسم على نص بعد شويه ببعت له حاجه كمان لان التشانل اتغير دي اسمها تريننج انا بدربه. موضوع كبير كده يعني ما تكونش يعني انا بس انا عارف موضوع كبير وممكن انتم مش مستوعبينه دلوقتي قوي بس انا عارف ان انا اوصلكم الكلام ده البيزكس بتاع الوايرلس تشانل يعني انتوا هتعيشوا سنه رابعه كتير قوي في الكلام ده. نيجي في اول سنه رابعه الكومبريشن ده بالنسبه لكم ذكريات. نعيدوا الكومبريشن تاني. الكومبريشن ده اللي هو اللي انا عملته ده اسمه الكومبريشن. ان انت يبقى معاك انبوت ريسبونس ومعاك انبوت معين وعن طريق الانبوت والانبوت ريسبونس تحسب الاول. ده اسمه الكومبريشن هنقعد فيه سكشنين ولا حاجه. موضوع كبير يعني. تمام؟ بيزيكلي في الديسكريت سهل يعني انا لو قلت لك ان انت عندك انبوت ريسبونس كده يعني عندك سيستم بندخل له انبوتس يطلع واحد اثنين واحد. طب لو السيستم ده دخلت له حاجه عامله كده يبقى الاوتبوت توتال عامل ايه؟
هي الواحد 2 1 دي وواحده ثانيه شفتها يمين زي ما كان دي امبوس وامبوس ثانيه شفتها يمين صح ونجمعهم ناخد كل امبوس اشوف الاوتبوت بتاعها واجمع ده كونفليوشن بس ده اصعب حاجه ليه لان انا دخلت لك انبوت عامل ازاي دلتتين شويه شويه بقى ادخل لك انبوت مثلا عامل كده هنتعامل يعني هنتعامل ازاي نتعامل معاه اكيد في طريقه بس فوريه بس لا دلوقتي هنتعامل غير فوريه فالفكره ان ده اللي انتوا عملتوه ده او اللي انتوا فكرتوا فيه دلوقتي ده اسمه كونفليوشن بس ده بسيط قوي عشان اديتك كونفليوشن ما بين سيجنال الانبوت والانبوت ريسبونس دول سهلين حاجه طوبها 2 وحاجه طوبها 3 بعد كده هديك انفنت بقى وهيبقى فيه معادلات وانتجريشنز وسميشنز وحاجات حلوه يعني هيبقى فيه شغل هنا ان شاء الله فيعني هعيش مع الكلام ده شويه بس انا هقعد نيجي بقى نبدأ وايرلس شانلز بكل الناس الكلام ده ولا فاكر في اي حاجه كنت دول كونفليوشن كونفليوشن ما درستش حاجه كونفليوشن انا غير سمعت فبنضطر نيجي من اول دي فالكلام ده بيزكس بتاع الوايرلس شانلز بنقوله كده خلاص الكلام ده مهم جدا قدام تمام في مشكله في الكلام ده الناس فهمت ايه علاقه ده باي ابلكيشن ابسط نوع مثلا من الوايرلس الشانلز حاجه اسمها الايكو شانل الايكو شانل دي يعني روح اقعد في صحراء فيها جبال وزعق فده ممكن اعتبر الموضوع ده على انه سيستم الانبوت بتاعه هو صوتي والاوتبوت بتاعه وصل عليه الكلام معاك ماشي فالسيستم ده بنوصفه على انه شانل الامبلس ريسبونس بتاعها عامل كده عماله بتموت كده يعني بتدخله دلتا واحده تسمع دلتا ودلتا ثانيه عماله بتموت كده صوته بيخف كده لو دخلت له صوت تسمع صوتك وصوت ثاني صوت ثاني دي اسمها الايكو شانل شانل كل اللي بتعمله ان هي بتكرر الصوت تمام وده بيحصل في الموبايل في بعض الاحيان ان انت بتتكلم واحد تسمع صوتك ثاني تمام فادي بيكتر بقى وحد بيوامن الدوره ده هو كل اللي بيحصل في الموضوع انه السيستم بتاع الكوميونيكيشن سيستم ده بيحصل فيه حاجه اسمها الايكو افكت ده غالبا بيحصل لو صاحبك ده مستخلص موبايل وجاب موبايل صيني في الاغلب ده بيحصل كده ان لو العده الثانيه اللي انت بتكلمها يعني رديئه يعني عماره وحش السيستم ده كله بيعمل حاجه اسمها الايكو افكت ان انت بيبقى فيه امبولس ريسبونس عامل كده فبتسمع صوتك ثاني ماشي اللي هي على الصوت تفتي بقى وانا بسمعك بسمعك والكلام ده مفيش حاجه اسمها كده ها لا اسمعك اسمعك من غير ما تحسسك بحاجه غير ما تحسسك هو يسمعك بس مش لازم يحسسك ان هو بيسمعك بس يبقى لازم يسمعك ماشي لا في حاجات كتير هتعرفوا ان هي فاتي في العالم لما تخلصوا الكليه حرام في فاتي كتير بيحصل وهم ما يقدروا ماشي يعني الشعب فيه 90 مليون مواطن اتصالات ماشي يا جماعه فالكلام ده بنوصل فيه حاجات فيزيكال فعلا مهمه بالنسبه لنا في الكوميونيكيشن سيستمز فعلا مش كلام مش رياضه خلاص انا عم اشوف الرياضه بتاعته سيئه بس يعني في الاخر ليه ابلكيشن عشان كده قلنا لكم ان الكورس ده من الكورسات اللي هي سكت كوميونيكيشن قلت لكم في اول سيكشن ده سكت كوميونيكيشن مع انه حاجه عامه انت لو فتحت كتاب ما فيش سكت كوميونيكيشن بس احنا يعني الناس بتوع الكوميونيكيشن بالذات اللي ناوي فيكم يتخصص كوميونيكيشن كده الكلام ده نظام مهم جدا هيعيش على الكلام ده كتير قوي قدام ماشي فاللي ناوي معرفش مين فيكم ناوي ومين لسه مش ناوي بس فاللي ناوي الكلام ده ما يفوتوش يعني ما ياخدوش عشان الامتحان مطبل لفت عشان الناس تيجي قدام تبقى تشوفها هنمشي في التوبكس معروف طيب كده احنا يعني خلصنا عايزين نتكلم عنه دي النهارده بس هناخد مثالين كده Thank you.
مش اي حاجه بروف هتتخاطب معاها، هتشوف ده مفيش اصلا، مش شهاده في الحل مثلا، هو في الحل نص سطر اصلا، بس الهدف ان انا بعد ما احل اقول لكم ليه بنقولها، مش اي حاجه تقول ايه فبروف يعني تي نوت زي ما هي مصطفى انت لازم توصل لها كثير كثير غلطه حد وصل؟ انا بقول لك عندي سيجنال اكس اوف تي دي كونتينوس وبيريودك وعارفين عنها بيريود تي اللي هي تي نوت دي البيريود بتاع السيجنال الاصليه الكونتينوس ب 2 باي على اوميجا نوت اللي هو رقم ده فانا عملت سيجنال ثانيه اسمها اكس اوف ال دي ديسكريت او كونتينوس ديسكريت الاكس اوف ان دي بتساوي ايه اكس اوف ان تي ده حاجه كونتينوس طب يعني ايه الكلام ده يعني اكس اوف 0 اللي هي اول سامبل بتساوي اكس اوف 0 اللي هي
and times of صفر. X of 1 تاني سامبل X of T كابيتال، يعني رحت عند السيجنال الأصلية وعند تايم اسمه T كابيتال ورحت واخد سامبل بسميه دي X of 1. X of 2 2 T كابيتال 3 T، يعني كأنك بتاخد من السيجنال الأصلية سامبلز عند قيم ايه؟ 0 T كابيتال و 2 T كابيتال وهكذا. ده بنسميه T كابيتال، دي بنسميها سامبلينج تايم، يعني باخد سامبل كل قد ايه؟ يعني T دي بنقول عليها سامبلينج تايم. ساعات بنقول عليه تي اس، يعني ساعات بنظهر له تي اس اللي هو تاخد سامبل كل قد ايه. وبالتالي انا من السيجنال الكونتينوس حولتها ديسكريت عن طريق ان انا خدت سامبلز كل تي اس او كل تي. تمام؟ طيب التي اس ده طبعا انت بتحدده، انت بتشوف عايز تاخد سامبل كل قد ايه. فلما خدنا بقى ان تي اللي هو شلنا كل من تي كابيتال فوق وشلناها حطينا ان تي كابيتال صح، او ان تي اس يعني هو ده السامبل كابيتال. فدي سيجنال ديسكريت، حط ان بزيرو اول قيمه، ان بوان تاني قيمه وهكذا. فبقول لك اثبت ان السيجنال ديسكريت دي هتبقى بيريودك لو كان الشرط ده متحقق. فسيجنال ديسكريت عايز اثبت ان هي بيريودك، هنعمل ايه؟ نشيل كل ان ونحط ان بلس ان كابيتال. لو كنا بنعرفها هي ديسكريت سيجنال صح؟ فهنشيل هنا كل ان ونحط ان بلس ان كابيتال، فيبقى جي اوميجا نود ان تي اس في جي اوميجا نود ان كابيتال تي اس. الكلام ده هيساوي صح؟ احنا يعني عايزين ده يساوي ايه؟ 2 باي، بس احنا قلنا ديسكريت بقى. الديسكريت ما قلنا في السكشن الثاني او الاول ان هي تبقى مالتيبل اوف 2 باي ديسكريت، ما ينفعش تسيبها 2 باي بس. وبالتالي هيبقى اوميجا نود في ان في تي اس هتساوي 2 باي ام، والاوميجا نود انا عارف ان هي بتساوي ايه؟ ما بتتكررش كديسكريت دقيق، هتلاقيها ما بتتكررش. لو انت كنت ظبطت مثلا تي اس اللي هي بالظبط اللي هي نص النص ده، فهتلاقي نفسك ماشي كده. ساعتها هتلاقي نفسك بتتكرر، اه 1 0 ناقص 1 0 1 0 ناقص 1 0. فانت كده ظبطت التي اس بحيث ان التي اس علاقتها بالبيريود الاصليه بتحقق معادله معينه. فهنا كده طلعت الظبط، فطلعت حاجه في في الديسكريت بيريود 1 ناقص 1. لو انت كنت خدت التي اس مثلا دي والتي اس الثانيه هنا، فتلاقي دايما 1 ناقص 1 1 ناقص 1 1 ناقص 1، لو فضلت ماشي كده. فلما تي اس تحقق المعادله دي تطلع ايه؟ بيريودك. لكن لو تي اس مش محققه المعادله دي مش هتطلع بيريودك. فمش شرط اي حاجه تعملها سامبلنج وهي بيريودك وهي كونتينوس تطلع ايه؟ بيريودك. تمام؟ ده اللي عايزين نوصل له من الجزئيه دي. اخر حاجه Thank you.
بتعمل تشيكين. اول واحد ان انت بتعمل شيفت للانبوت وتشوف الاوتكم ازاي. فساعتها هيبقى الواي اف تي في الحاله دي هيبقى كوساين 3 تي في اكس اوف تي ناقص تي نوت. ليه ما قربتش للتي دي؟ لان انا بعمل شيفت للانبوت مش دعوه بقى التايم. بعمل شيفت للانبوت بس فدي هي اللي هتشفت التي نوت. لكن تاني واحده مش شفت الاوتبوت الاصلي. في هنا بشيل كل تي واحط تي ناقص تي نوت. المره اللي شفت الانبوت بشوف هل هيأثر. الاثنين يا جماعة تعاون نفس الصفات. الاثنين نفس الصفات. memory list linear stable causal و time varying و non inclusive. حد مش شايف او مش فاهم ليه واحد يعني اي واحدة منهم الصفات مش حقق التانية بس time varying. التانية بتاع time varying صح. لو قلنا في time varying احنا بنعمل التست مرة بنعمل شيفت للانبوت ونشوف الاوتبوت بكام. ده احنا كنا بنسميه واي دي او واي دي. فلما تعمل شيفت للانبوت بس هنا هيبقى دي n minus n نوت بس عند الزيرو مش هتبقى ودي ان ناقص ان نوت. ليه؟ انا عملت شيفت الانبوت بس مش هعرف اي حاجه تاني فهيطلع الشكل عامل كده. وفي مره ثانيه اقول واي في ان ناقص ان نوت بعمل شيفت الاوتبوت كله فهشيل كل ان في المعادله كلها بما فيهم الان بتاعت الانبوت فيطلع لك ان هيبقى اكس في ان ناقص ان نوت برده بس هنا هيبقى ان ناقص ان نوت اقل من صفر. انا بعمل شيفت للاوتبوت كله فبشيل كل ان في المعادله فيطلع لك حاجات بس هو اللي هيفرق في الشكل ده. كان شبه اللي احنا خدناه السكشن اللي فات بتاع حدود التكامل. لو فاكرين كان في تي في حدود التكامل فمره فرقت ومره لا. ايه حاجه شبهها قوي. مره يعني مش هتلاقوا سبعه تايم فرق. في حد تاني مش فاهم حاجه او
دي هتبقى ايه نون انفيرتبل عشان ضربنا مسلم شويه. لو الكوزاين 3 دي زودت ان الكوزاين 3 صفر وتاخد الانبوت وتضربه صفر اي انبوت عشان كده صفر ترجعه عند اللحظات اللي هي بتظبط فيها ان الكوزاين 3 دي صفر دي هتبقى واقعه على 6 و ليه ستيبل اول واحده؟ انا بقول لك ان انا هدخل الانبوت ده باوند يعني من ناقص 5 خلاص باوند كده بضربه في رقم الرقم ده كان كان كوزاين اي حاجه ناقص 1 دايما هيطلع رقم فاهمني مش هيضرب انفينيتي يعني ايه تاني؟ ايه قصدي ايه تاني مش شايفين او مش فاهمين ليه الحياه بتتوصل ليه؟ خلاص موضوع البروبرتيز بتاع السيستمز يعني اتقفل كده اتفضل.